يعني إن شاء الله بقي الآن لدينا ربما ربع ساعة ثلث ساعة نقرأ صحائف يسيرة من كل أحد. نعم، الإمام محمد أبو زهرة، الإمام المجاهد، العلم، الفقيه الأصولي رحمة الله تعالى، أستاذ الأساتذة، في كتابه الإمام زيد، طبع الدار الفكر العربي طبعا في مصر دائما، في الصفحة 96 يتحدث، يقول إيه: وجدت الدولة الأموية بعد النزاع الذي قام حول الخلافة بين علي كرم الله وجهه، نعم، جد الإمام زيد طبعا، ومعاوية ابن أبي سفيان الذي ابتدأ من جانب معاوية بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه باعتباره من أولياء دمه، واتهامه عليا بأنه مال على قتله، شفت؟ وأن قتلته في جيشه ولم يختص منهم، وتحول النزاع من حال إلى حال، إذ أنه بعد تحكيم الحكمين عندما عضت الحرب معاوية وجيشه، وعلموا علم اليقين أن جيشه هو جيش البغاة مقضون عليه لا محالة، فدعوا إلى التحكيم وقبله علي على كره منه، وانتهى الأمر فيه لتحقيق الخدعة، وعندئذ نادى معاوية بنفسه خليفة، ولقد انتهى الخلاف بين علي كذا. المهم بدأ يحكي الرجل، نعم، المهم يقول إيه، ولقد خلينا نكمل، ولقد انتهى الخلاف بين علي كرب وجهه ومعاوية ابن أبي سفيان بقتل أحد الخواج علي رضي الله عنه ومصالحة الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية، وإذا كانت السيوف قد غمدت أمدا فلتظهر أحد وأشد من بعد ذلك، إذ أن معاوية عهد لابنه يزيد، وما كان يزيد ممن يرضى عنه في خلق أو دين، أو على الأقل لم يشتهر عنه ذلك، وقد اعتبر هذا أمرا غريبا على حكم الإسلام، ولذلك عده الصالحون من المؤمنين مما ابتدعه معاوية في الدين. وإذا كان قد ادعى أنه يقلد، يقول إيه عن معاوية، يقول: وإذا كان قد ادعى أنه يقلد أبا بكر في عهده لعمر الخطاب فإن وجه القياس غير صحيح، فإن أبا بكر ما عهد إلى ابنه عبد الرحمن أو غيره، بل عهد إلى رجل كان وزيرا من وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تربطه به قرابة قريبة أو بعيدة، وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه العبقري الذي لم يفري أحد في الإسلام فريه، وقال عليه السلام: إن الله كذا، وقال: ولقد قال الحسن البصري في هذا المقام وغيره بالنسبة لما ابتدعه معاوية ابن أبي سفيان أربع خصال في معاوية لو لم تكن فيه سمعتمهن قبل قليل. أتى بهن الإمام أبو زهرة، ثم قال بعد ذلك: لم يرتض الناس تلك البدعة التي ابتدعها معاوية وحول بها الحكم الإسلامي من خلافة نبوية قوامها الشورى إلى ملك عضوض يعض عليه بالنواجد، ووقع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الخلافة بعدي 30 ثم تصير ملكا عضوضا. وإذا كان معاوية بدهائه وتمكن سلطانه لم يجعل أحدا يعلن التململ والانتقاد، فإن ذلك الانتقاد قد ظهر بمجرد موته، وبدأ يحكي إيش كيف انبثق بالإسلام بثق إلى آخره، إلى آخره، تكلم أو تكلم بعدين كيف قتل عبيد الله ابن زياد ابن سمية الحسين، وقال الحسن البصري: وحسرته ما لخيت هذه الأمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. الله على الكلمة، قال: إيش الأمة هذه؟ إيش القدر هذا والمصير تبعنا؟ قال الله، قال إيه: ما وحسرتها ماذا لقيت هذه الأمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. عبيد الله ابن زياد الدعي اللي هو ابن سمية ابن عبيد من ابن سفيان عساس من الزنا يقتل إيه الحسين بن فاطمة ابن علي. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. قال: اللهم كلهم بالمرصاد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحسن البصري بدأ يتكلم في الأخير لكي نختم، يقول: فقد سن معاوية سنة سيئة في الإسلام. أبو زهرة، هي أبو زهرة، وهي لعن إمام الهدى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر بعد خطبة الجمعة، يقول بعد في الحقيقة في الخطبة، هذا تجاوز في الخطبة، وقد تضافرت على ذلك أخبار المؤرخين، فذكره ابن جرير في تاريخه وابن الأثير وغيرهما، ولقد نهاه عن تلك السنة السيئة، بل عن تلك الجريمة الكبرى، الجريمة الكبرى، الأتقياء من بقية الصحابة رضي الله عنهم، ومن هؤلاء أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فقد أوصلت إليه كتابا هذا نصه: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، استغفر الله، وذلكم أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأشهد أن الله أحبه ورسوله، تلعنوا من أحبه، أنا بشهد أن الله أحبه ورسوله. كيف تساوي الآن؟ لا يعنيهم ولا يهمهم، ولكن معاوية لم يلتفت إلى كلامها واستمر في غيه. أبو زهر انتبهوا،
لم يلتفت واستمر في غيه، وقد استمر ذلك طول حكم الأمويين، لم يلغه إلى عمر بن العزيز الكلام المعروف. نعم يقول: وكان هذا بلا شك مثيرا لأحقاد المؤمنين، ولم يرضه أحد من المسلمين معلنا رضاء إلا أولئك الذين وضعوا قلوبهم تحت سلطان الحكام، يعني المنافقين يعني وتحت سلطان أهل الدنيا، لا يبغون عنهم حولا ولا يتجهون إلى الله أبدا. ثم يحكي يقول: كان الحكم الأموي مع ما أجرى الله على أيدي قواده من فتوح إسلامية، وبين قوسين أنا أقول قواد الذين قتلوا بسيوف سلاطين بني أمية، أي قتلوا، هذا درس يجب أن نتعلمه. نعم كلام طويل. يقول: إيش كان حكم الأموي مع ما أجرى الله على أيدي قواده من فتوح إسلامية يتسم بالقسوة السياسية، ويمنع الناس من أن يبدوا آراءهم في الحكام إلا ما يوافق هواهم، هو الحكام، وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام، حتى كانوا يعبرون عن أنفسهم بأنهم خلفاء الله، وحتى أنه ليتطاول أمثال الحجاج ابن يوسف الثقفي فيسأل: أيهما خير، خليفة الله أم رسول الله؟ فلعنه الله إن كان قد قال ذلك. وإن تلك الكلمة التي صاح بها عبد الملك مروان في البيت الحرام وجمع الحجيج حاشدة: من قال لي اتق الله قطعت عنقه، كانت شعار الملوك من بني أمية وولاتهم، اللهم إلا تلك الفترة التي كانت كومضة البرق في ذلك الظلام الدامس، وهي عصر الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز، سنتين ونص تقريبا. نعم شايف في الأخير يعني يتكلم تعليقات، نكتفي بهذا. طيب